بالنهاية نحن بشر، والبشر منهم معصومين على الغلط. بهذا المشهد ارتكبت عدة أخطاء، بس كنت بعدني جديد على طيارة سخوي 22. أول خطأ أني كنت عم برمي صواريخ من دون ما حدد بدقة الهدف نتيجة الحماس اللي أنا فيه، وهون وقعت طيارة صديقة. تاني خطأ ما كنت عارف إمكانيات طيارتي الصحيحة وكيف فيني استخدمها بالشكل الصحيح، ولكن الحمد لله ورجعت حسنت هذا الغلط ووقعت طيارة معادية. على كل حال بالطيارات الحديثة ما في هذا النظام، وفي نظام تعريف الصديق من العدو، وهالشي رح يجنبنا الأخطاء بالمستقبل. آخ آخ يا حنان آخ. بلال لك لا يا عمي، ضربت على صاحبي بالغلط. سلم لي على صاحبي. فاربعي ثاني مرة يهرب من صاروخي. يلا يلا انضرب. شو وقع الطيارة يا شباب؟ آه.